يعتبر غذاء الدماغ مضاد للاكتئاب ومعروف بفوائده العديدة لجسم الإنسان، رقم واحد بالسوبر فود أو الغذاء الخارق بالعالم. بحلقة المكونات الخاصة لهذا الأسبوع حب الشيف يعرفنا على أسرار وأطيب وصفات الجوز. جوز يا شيف؟ يوم عن الجوز. سوبر فود. أوكي. يعتبر من أهم سوبر فود بالعالم. وأكيد بتعرف إنه بحطه على طول مقالات إنه لا ما بيشبه الدماغ. بغذي الدماغ، بس هو عنده أكيد فوائد أكثر كثير، فيتامين إيه اللي هي بتخلي الجلد طري، البيوتين اللي بيخلي كمان الشعر والجلد منيح. إلى آخره. فلذلك الجوز بينصح فيه كل الأطباء، بيقول لك إنه بس جوعي ما تأكل شيء حلو، كل جوز أو ملوز بيخلي الجسم مرتاح. أوكي. اليوم حنعمل كم طبق بالجوز. يلا. اول طبق حنعمل هو سلطه دجاج مع فريك بصل وعنب. كل هول حيعملوا مثل غذاء كامل. فيها تكون وجبه، فيك تعتبريها سلطه اذا اخذتيها على صغير، اما فيك تعتبريها وجبه كامله اذا كترنا يمكن الفريك 100%. فيك تعتبريها كوجبه كامله. حناخذ اول شيء العنب، حناخذ مقليه. انه شو هالكومبينيشن يا شيف، عنب وجوز وفريك؟ طيب ما بتاكل عنب وجوز مع بعض؟ بل ايه معك، فينا نعمل سلطه معك. مظبوط. ليه يعتبر جوز من اهم السوبر فود بالعالم؟ الاوميجا بقلبه كثير، اوميجا بقلبه كثير نحاس. يمكن بيتعدى ال 100% بالاوميجا صح؟ يعني بقلبه كثير. ايه ما بعرف عدد كميه بالتحديد، ما هيك ما هيك قريت انا. على ال هناخذ البصل. اوكي. لكن استعملت عنب احمر. نفهم البصل شوي ناعم، ما نحطه بالسلطه. اوكي. نحن بنعرف انه الجوز داخل كثير باطباقنا كاطباق، كمكسرات سناكس وكحلويات. 100%. مثل شو مثلا اطباق موالح فينا نقول فينا نضيف للجوز؟ هلا كل شيء فيك مع الدجاج تعمليه، مثلا بدل ما تحطي بس صنوبر وهيك فيك تحطي جوز. اصلا هم من نفس العائله، الصنوبر واللوز والبيكان اللي هو جوز الامريكي، يعني كلهم من نفس العائله. فيك تحطي مكسره بنحط مع اللحمه مع السمك، بيروح كثير. طيب فيها مع السمك، مع شو؟ سمك حره مثلا؟ مثلا السمك الحره نحن عندنا بناكلها مع طحين وجوز. بس فيك تحطيها، مش شبه تكون سمك حره، فيك يعني مع بندوره، صوص بندوره تحطي مع جوز بتاع كثير طيب. فلذلك موجود عندنا بغذائنا كثير الجوز، خاصه بموسمه. هو اخضر. هو اخضر بنقعه بمي بس ليطلع منه الريحه طعمه المضر شوي. وبنحط يعني بناكله مسقع. اوكي. طيب كثير بالصيف كمان. ما ننسى حتى فينا نحطه للشاي، بالشاي بالعصير مثل العاده، حتى القهوه. فلذلك الجوز تاخذ منه كثير فوائد. ومن هيك لهلا يعتبر هو من السوبر فود كثير منيح. هلا عم نحمي الزيت، بدنا نقلل البصل مع العنب. اوكي. ونبلش نطبق السلطه. اول شيء بدنا نعمل هذه الخلطه لانه بدنا اياها تبرد، مشان بدنا نعملها مع السلطه. حناخذ شويه سلري مع كمان سلري فينا ناخذها كسناكس. 100%. فقد حلو هيك وقت الجوع، وقت الجوع يعني ما نقفي اهم شيء السناك. 100%. ناخذ انواع مكسرات نيه طبعا، لانه المكسرات اللي بتكون مقليه يمكن حتى المملحه مش منيحه. الملح كثير عالي بكون فيها. قد ما فينا ناخذها بلا ملح، بلا تكون نيه بالجمال بتكون احسن بكثير. يعني بكل السوبر ماركتس بنشوف في هلا صار في علب شوي شوي مملحه من الجوز، شوي مملحه الفواكه المجففه. 100%. كمان في الجوز الني اجمالا بس يكون بموسمه. ايه. هو امتى بيطلع الجوز يا شاب؟ بعتقد بلش باول ربيع. بلش ينلم اول ربيع. بتلاقي في ضياع كثير، يعني بتلاقي في عندنا شجر جوز بلش ينلم. اكيد اللي بيكون عنده كذا شجره بهزوا الشجره هزه لينزل الجوز. ايه في بروسس طويل. طويل عالي كثير. مزبوط. فكمان غير بيشيلون وبينشفون على سطح ما يقدر يشوها بعدين. يعني بحطوها على صدر، بعدين بيجي عندك الجوزه مع القشره تبعها، وبعدين بيجي البروسس تبع تكسير الجوز بلا ما هدول تقشير الجوز وتكسير الجوز بلا ما تكسر هي القلب اخذين من حياتي شقفه يا شيخ. عندكم شجر جوز؟ عندنا شجر جوز، وانا والوالد كنا نقطف الجوزه. ايه. ويقول لي يلا مثلا يعطيني، فيك تقول انه يعطيني مكافأة بس اللي كل جوزة عليها مكافأة. فقد ايه انت بتكسري جوز؟ قد ايه كنت تكسري؟ 100-150 جوزة، انه لنا للبيت بس يعني. مش رح اوزع على الحي. هو معروف يعني على طول
وقت لما يكون عم يقطفوا الجوز، خصوصا اذا كانت الجوزه كثير كبيره، ف يعني مثلا جيران وامرار حي بيجتمعوا على يقطفوا كذا كذا شجره، لانه بتلاقي انه شجره الجوز بتحمل كثير. اكيد الجوزه كبيره بتحمل كثير كثير كثير.